بكم مشاهدينا في هذه الإطلالة الرمضانية الجديدة ضمن برنامج رمضان والناس. نطل عليكم اليوم من أحد الختمات التي تقام هنا في مدينة تريم في محافظة حضرموت، ختم مسجد مولى عديد، وهذه الفعاليات الشعبية والإظهار والإبراز للموروث الشعبي هنا من مدينة تريم في حضرموت. نتجول بكم اليوم في أجواء هذا الختم وهذه الفعاليات الشعبية، كونوا معنا. وصلتنا في هذه التغطية لتغطية فعاليات ختم مسجد مولى عديد في مدينة تريم، معنا أحد المهرجين الموجودين هنا في هذه الفعالية وفي هذا الختم. حدثنا بدايك عن صميم عملك، ماذا تعمل أنتم وماذا تعمل أيضا للأطفال والبنات؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة يمن شباب هذه التغطية العامة في مسجد يامع مولى عديد بعديد، وأيضا أنا دوري أصلا ماسك خطومات في تريم، يعني حول مسايد معي البنات الصغار والصغار، يعني وفرحة الأطفال والبنات. إيش تعمل لهم بالضبط؟ كيف تبدأ؟ نبدأ يعني بإشعارات لها الختام، هي مثل هاتوا الختام جديده ولا كسرنا حديده، هاتوا من فوق السطوح هاتوا ولا من روح ومن اسمه أحمد. ثم يرددونهم بصوت أعلى يعني ورأي، يشيعونك يعني على هذه الفعالية. طيب أعطينا نموذج الآن للبنات وعلى هذا الجانب حتى مثلا يرددوا معك. مرحبا. ومن اسمه أحمد. هاتوا حقنا أحمد. مين ربنا أحمد. بقوة بقوة. هاتوا حقنا أحمد. مين ربنا أحمد. يا رب صغونه أحمد. واكحي العيونه أحمد. هاتوا من فوق السطح شكرا. اذا احمد يعمر. نعم احمد يعمر. شكرا لك. شكر، نشكركم في هذه التغطيه الخاصه بيامع مولى عديد بعديد، ونشكر وجودك ايضا احمد ورحبتون. شهر مبارك وكل عام وانتم بخير. شهر مبارك ان شاء الله. رصد الاجواء الفعاليه وايضا الاجواء الرمضانيه هنا في مدينه تريم في حضرموت مع ختومات القران الكريم في هذه المساجد. معنا احد المواطنين المتواجدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شهر مبارك وكل عام وانتم بخير. سلام وانت طيب ان شاء الله. كيف الاجواء الرمضانيه اليوم واجواء ختم مسجد مولى عديد؟ ما شاء الله، هذا الختم يعني يعتبر من افضل الختومات في مدينة تريم، وهذا يتميز فيه جميع الألعاب، وما شاء الله الشباب مليء، الساحة مليانة بجميع الشباب وجميع الألعاب. ونشكر قناة يمن شباب على حضورها وتفاعلها مع حينا، ونشكركم وكل عام وانتم بخير. وشكرا جزيلا. كل عام وانتم بخير وشهرك مبارك. امين يا رب، شهر مبارك، كل سنة وانت طيب. ايضا في هذه الختومات تتجسد الاشياء التراثيه القديمه، مثلا هنا يجسدون عبر هذه الركاب مجموعه من القصص التي كانت حدثت قديما في هذه المدن، وايضا كانوا يمارسوها القدماء في هذه المدن. بشكل مختصر هذه الختومات تحاول، هي محاوله ايضا لتجسيد الماضي، محاوله ايضا لتعريف الاطفال وتعريف الجيل الجديد على الاشياء التراثيه التي كانت تمارس في الماضي. ايضا ونلتقي باحد ضيوف مدينه تريم من العاصمه صنعاء. كيف شفت اليوم مدينه تريم واجواءها الرمضانيه بشكل عام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله احنا اتينا من صنعاء لكي نشارككم الروحانيه في تريم، فراينا غير كل المحافظات. ايش اللي شد انتباهك اليوم مثلا لما شفت هذه الفعاليات المختلفه؟ الشيء اللي شد انتباهك مباشره؟ شد انتباهي الاحتفاليات الغريبه، احتفاليات جميلة ورائعة جدا جدا جدا. هذا تحس ان الناس صيام وفرحة وسعادة وكل ما هو جميل عندكم ما شاء الله. يعني الصورة ايش اللي تكونت عندك مباشرة؟ تكونت انه الصيام في تريم غير. اذا يعني اختصار شديد. نعم. اذا شكرا جزيلا لك واهلا وسهلا بك معنا في حضرموت. شهرك مبارك وكل عام وانتم بخير. الله يخليك. سلام وشهر كريم للجميع، ولنا الشرف ولنا الفخر ان احنا واستقبلتونا، ويعني برحب بصدر رحب وشكرا لكم. شكرا شكرا شكرا. اهلا وسهلا. هكذا
هذا مشاهدينا الكرام رصدنا وإياكم الختومات الرمضانية من مدينة تريم في محافظة حضرموت ضمن برنامج رمضان والناس. تعرفنا فيها على مجموعة من الفعاليات الشعبية والموروث الشعبي وأبرز أيضا الأهازيج الشعبية التي تقال وتردد من قبل الأطفال والبنات خلال الختومات المسجدية. إلى أن نلتقيكم في إطلالة جديدة عبر برنامج رمضان والناس، عودة مجددا للأستوديو وللزميلات سماح وعبير.